إذا وجدت في نفسك يوما قعودا عن الانطلاق في تحصيل الطاعات فخف، خف على نفسك، لأن الله ذكر أقواما فقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا وجدت تثبيطا عن فعل الطاعات فخف، لأنه ربما يكون قد كره انبعاثك فثبطك، فيكون التثبيط منه لأنه كره انبعاثك، لا يريدك بين يديه. نسأل الله عائذين به من ذلك، ألا يقع علينا شيء من ذلك، إنه هو الجواد الرحيم. فينبغي على الإنسان أن يخاف.